قال القيادي في لجنة الاعتصام السلمي الشيخ سعد كدة إن أبناء المهرة توافدوا من كل مناطق المحافظة إلى ساحة الأحرار بمدينة الغيضة لرفض القوات البريطانية والسعودية والإماراتية. هذا اليوم توافدنا إلى هنا كافة قبائل المهرة رجال ونساء، ونحن هنا نقف وقفة جادة ضد أي غازي، ضد الأول في قوات البريطانية المتواجدة في المطار، ثانيا تواجد قوات السعودية، رابعا الانتقال وغيره من قوات الإمارات. نحن نقف المهرة وقفة واحدة جادة رجال ونساء ضد كل غازي وضد كل من ينوي إلينا. نحن منذ القدم ونحن نكون نعتبر أنفسنا، مش نعتبر، نحن بالحقيقة حقيقيون مقبرة للغزاة. أي غازي يغزي إلى اليمن لا يمكن أن يرجع. نعمل لهم مقبره في المهره، نعمل لهم مقبره في عدن، نعمل لهم في صنعاء، وكلهم رايحين. نحن اذا كان تكاتفنا، وانا اليوم سعيد جدا شهدت كثير من اعضاء الاحزاب اللي كانت تشتت المهره الى الاحزاب، اليوم تراجعت كلها ووقفت ضد القوه البريطانيه الغازيه كرجل واحد، وان شاء الله نحن بندوس كل غازي مهما طال الزمن او قصر.